قصة، مش قصة، هي هو درس إن الإنسان ده ما يسيبش حاجة من الأكل بتاعه، علشان في ناس مش لاقية اللي بيتساب وترمي في الزبالة. أنا كل لما ألاقي نص بسكويتة، معلقة رز، طبق فيه بواقي التونة أو بواقي طبيخ، أكله. لأن ببص في لما بحمله ده مش نتانة، قدر ما إنه لما كنت بشوف الأطفال اليمنيين السوريين مش لاقيين حاجة ياكلوها وقاعدين بيقلبوا في الزبالة. المفروض الإنسان يحمد ربه على أي شيء، ويعلم ولاده إنهم ما يرموش أي شيء. فهذا مش موضوع بخل أو موضوع يعني عدم اكتراث، قدر ما إنه موضوع يعني استشعار آلام الأطفال اللي موجودين في أفريقيا أو موجودين في سوريا أو موجودين في اليمن أو موجودين في أي مكان في العالم، اللي هم مش لاقيين الفتات اللي احنا بنرميه. القصة التانية اللي أنا كنت عايز أحكيها، خد بالك احنا خلصنا دلوقتي طبعا، ما هي الناس دخلوا دلوقتي سامعني؟ أيوة اه أيوة سامعني. سمعناك يا دكتور. يبقى خلاص اتكلم بالانجليزي بقى. طيب اقفل التليفون دلوقتي. أيوة طيب السلام عليكم. لا هم كلهم عرب على تكلم عربي عربي. طيب القصة التانية اللي انت قولها لكم قبل ما نبدأ الحدوتة دي، ان انا كنت في اثيوبيا وكنت منتظر الطيارة في الاوتيل، والاوتيل جاب لي حتة كيكة قد كده، شايفين صباعي كده، وعلى الساعة 2 3 بعد الظهر بعد ما اتغديت. فأنا حبيت إن أنا ما أتعشاش عشان أوفر حوالي 15 أو 20 دولار، وبقيت أتمثل كيف إن أنا آكل حتة الكيكة دي زي ما الإنسان الفقير اللي بيقطع الكيكة لفتافيت صغيرة يتلذذ بيها ويطول طعم أكلها بغاء بقه. يعني الغني دايما يبدع الكيكة، ابلعها كده بلع قطمة أو قطمتين، أما الفقير بيقطعها حتت صغيرة جدا جدا جدا، يقعد يمضغ فيها مدة طويلة جدا علشان يقنع نفسه إنه شبعان. قعدت آكل في حتة الكيكة دي قرابة 20 دقيقة، وقعد أقطع فيها كده حتت صغيرة عشان أشوف الناس اللي بتبقى عندهمش إلا رغيف خبز واحد بيقسموه على العيلة كلها، إن كل طفل من أولادهم بياكل الحتة الصغيرة دي، والأب والأم يقولوا له امضغ علشان تعرف تهضم، ومش عشان يهضم يعرف يهضم، علشان كثرة المضغ بتخلي الجوع يروح، أو اللي هو الشعور بالجوع يروح من الإنسان الفقير اللي زي حالتنا. فدي القصاصة التانية اللي احنا بنتكلم عنها، علشان الشباب أو أنا أتعلم من اللي احنا شفناه في الأماكن دي، ونشوف قد إيه احنا ربنا منعم علينا بنعم كبيرة جدا جدا احنا مش حاسين بقيمتها، لأنها زي الشمس ما بتطلع كل يوم، مش حاسين بقيمة الشمس إلا لما تغيب ويقول يا رب ربنا يطلع الشمس مرة تانية. وزي ما الشمس تطلع ما يكونش في ريح وكون الدنيا حر على طول، يا رب تكون في مطرة تجينا تانية. فلا احنا بنحس بقيمة المطر أو بقيمة الريح الرياح
أو بقيمة أشعة الشمس أو بقيمة القطر القمر أو النجوم إلا لما نفقدهم. فدي الحاجات الإنسان بيتعلمها كتير علشان يقول دي نعم ربنا اطهرنا وإحنا مش حاسين بيها. كان في مثل دايما الوالدة بتقولهولي وهي صغيرة، طالما أغلب اللي قاعدين زي ما أنت قلت عرب، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. يعني الصحة دي زي التاج، والإنسان اللي لابس التاج ده اللي هو الصحيح المعافى مش حاسس بالصحة اللي هو بيتمتع بيها، لكن اللي شايفها وحاسس بيها هو المريض، هو العاجز، أو هي المريضة أو هي العاجزة اللي بتقول للشخص ده احمد ربك إنك بتعرف تمشي، احمد ربك إنك عندك 70 80 سنة وعندكم صحة بتعرفوا تاكلوا وتشربوا، احمد ربكم إنكم عايشين في أمان، احمد ربكم إنكم عايشين مع أولادكم، احمد ربكم إن أولادكم أصحاء، احمد ربكم إن أولادكم بيتعلموا إلى آخره. كل هذه الأشياء الإنسان ما بيشعرش بيها إلا لما يفقدها، ما بيشعرش بقيمتها إلا لما يفقد مثل هذه الأشياء. فدي بعض الحاجات اللي الإنسان بيفكر نفسه بيها، خاصة لو كان الشباب هيقفوا عشان يبتدوا يتكلموا عن القطاع المدني مساعدة الفقراء والمساكين. إن لم نستشعر بحال وأحوال الفقراء والمساكين لا نستطيع أن نتكلم معهم، إنه مش موضوع إنشاء أو محاضرة أو مقالة هتتكتب، هي معايشة لمعاناة وحياة هؤلاء الناس اللي هم أمام الله سبحانه وتعالى أحسن مننا بكثير إن شاء الله. ف يعني إذا كان الشباب الموجودين يعني بيأذنوا لي بقى إن أنا أبتدي أعمل يعني شير على الفيسبوك، واخد بالك، فيبقى جزاكم الله خيرا ونبتدي المحاضرة أو اللقاء بعد 3 دقايق إن شاء الله. خلاص يا آية؟ ألو؟ تمام يا دكتور، يعطيك ألف عافية يا رب. طيب أنا دلوقتي هعمل، لا لسه كمان دقيقة عشان أعمل بث على الإيه، على الصفحة بتاعت الفيسبوك اللي هي اسمها هاني البنا، لأن عشان الشباب ياخدوا بالهم صفحة دكتور هاني البنا اللي عليها تقريبا 46 ألف يعني مسروقة مني بقالها شهرين دلوقتي، مش عارف أعمل عنها أي شيرينج لغاية دلوقتي، الفيسبوك مرجعليش إلى الآن وللأسف يعني والعياذ بالله. على العموم إحنا لن نتوقف عن العمل، سنظل نعمل ولن نمل ولن نكل ولن نتعب ولن نحبط إن شاء الله. أنا دلوقتي هخش على الفيسبوك، يا الله بشكر الشباب اللي قاعدين ومستحملين اللي احنا بنقوله، واللي احنا بنقوله ما هواش يعني شيء مش متعارف عليه، هي مجرد أفكار ومجرد آراء ومجرد تناقل خبرات أو تبادل خبرات، علشان الخبرات دي تنتقل من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص إلى آخره. وأتمنى إن الشباب اللي قاعدين بيسمعوا يكونوا هم إن شاء الله أوعى وأحسن وأقدر وأعلم ممن هو يتحدث إليهم الآن، لأن الموضوع ده مسيرة بيدخل في بنائها كل الناس.